عندي الشغل كله على هذا، انا انفذ هذا. اذا نفذت ده انا اكون قطعت مرحله هنا وقطعت مرحله وقطعت مرحله. خلينا ناخذه على مجال التعليم. غازي عنتبه في جنوب تركيا طلب مني اقدم دوره تدريبيه للاخوه اللاجئين السوريين. فانا قاعد بروح اقدم دوره للاجئين السوريين. طيب انا كيف اللاجئين السوريين عندهم ضغط، كيف اقدر اساعدهم؟ فانا قلت افضل شيء بالنسبه لي اني اسوي دوره تدريبيه للمعلمات اللي يدرسوا الطالبات. فعندي الان هذا لاحظوا معي مثال اخر، قلت عندي كالتالي هذا الربعين مره ثانيه تمكين اطفال. هدف كبير عندي تمكين اطفال، ان يصبح الطلاب السوريين اللاجئين عندهم قدره على القراءه والكتابه، هذا هدف عندي. طيب عشان استطيع امكنهم ايش قلت؟ قلت عندي انا بدي تمكين اطفال في اللغه العربيه، انا بدرب مدرسات اللغه العربيه على موضوع التدريس. طيب بدات الان رحت عندي قلت بالتالي انا مدرب 21 معلمه لغه عربيه في غازي عنتاب خلال 3 أشهر الاولى من عام 2019. طيب وبناء عليه مؤشرات اداء عندي الان خارطه تفوق. فانا قلت عندي تدريب 20 معلمه لغه عربيه على مهاره الاجابه على الاسئله الصرفيه للطالبات وعلى نموذج للزيتون والخبز. اختيار واحد. اذا انا ابدا افصل ما الذي ساقومه داخل الدوره. لما اروح انا اجي اقوم بعمليه تصميم الماده الدراسيه حقي او ماده تدريبيه حقي لما اصممها، انا اصممها بناء على ماذا؟ بناء على الهدف الاخير. هذا هو المدن، لكني كيف اعرف اني ماشي صح؟ اذا هذا الهدف تحقق حقق جزء هنا فانا ماشي صح. لذلك يا اخوتي الكرام الان مفترض ان نقوم بعمليه صياغه اول شيء هدف عام ونطلع منه هدف مقرر ونطلع منه اهداف وحدات ونطلع منه اهداف دروس وبعدين نبدا في عمليه قياس داخل الصف. على هذا الاساس ارجو ان تفكروا في تحليل الاهداف بالنسبه لكل معلم او مشرف. عندنا الشيء الثاني غايات تعليميه اللي اسمها سياسه التعليم. بتطلع معنا على سياسه التعليم، طلع معي اهداف التعليم العام، ايش هدف تعليم المرحله؟ وهذا موجود مذكور في مقرر سياسه التعليم. مجرد تفتح سياسه التعليم تحصل عندك اهداف سياسه التعليم مرحله مبكره، اهداف المرحله المبتدئيه، مرحله متوسطه مكتوبه ومرتبه. طيب بعدها عندي في الهدف العام للمقرر التعليمي. هذا الهدف العام للمقرر التعليمي يرتبط بهيئه الجنسيات العامه، بتطلع عندي هدف وحدات تعليميه. فالمفروض انا اطلع اهداف الوحدات من ضمن اهداف المقرر، ثم بعد ذلك من اهداف المقرر من اهداف الوحده بطلع عندي مجالات سلوكيه لهدف سلوكي، هدف معرفي، هدف وجداني، بطلع على الدرس، ثم بعد ذلك عندي من الاهداف الاجرائيه السلوكيه بطلع عندي الان مهام، ايش المهام اللي بتكون عندي؟ لاحظوا المهام لو تحبوا تكتبوا عليها شيء اكتب عليها مهام التعلم النشر، احنا ايش نسميها دائما؟ نسميها المهام الاجرائيه، يعني ماذا سيفعلون الطلاب داخل الصف؟ عشان يصير عندي عمليه تعلم. ثم عندي الان مهام التعلم الاجرائيه، طلع لي نشاط تعلم، هذا سيكون عندي انشطه تعلم. ثم عندنا بعد ذلك عندي نشاط التعلم، راح تطلع لي وسائل، ويطلع عندي هذا الجدول اللي نسميه جدول دفتر التحضير. اذا على الاساس احنا المفروض نكون مرتبين، نبدا من اعلى الى اسفل. طبعا الكلام اللي قلته بسرعه، صح؟ طيب ايش رايك تطبق عليه؟ التطبيق عليه دكتور، يعني احنا زي اخذنا صوره عامه ولا راح نعمل عمليه تطبيق عليه. تفضل في واحد يتكلم؟ الان بنطبق عليه، لازم يكون عندنا تطبيق وتمرين عليه، مع التمرين سنمسكه واحد واحد، احنا ماذا سنفعل؟ احنا راح نروح نكتب هدف عام، زين؟ وراح نعلق الهدف العام ونحطه، طيب بعدين راح نطلع اهداف خاصه بمن؟ بالوحدات، راح نكتب هدف وحده وراح نحطه، وراح نسوي الوحدات مصممه عشان الدروس، راح نحط الدروس على من؟ على الجدار، بعدين بنسوي الانشطه التعلم، راح نحط انشطه التعلم، بعدين بنحط عندنا مؤشرات تعلم بنحطها سنبنيها واحدة واحدة إذا جاء سبحانه وتعالى. إذا الدورة عندنا باقي عندنا كم يوم؟ الآن اليوم وبكرة وبعده المفروض إحنا نأتي من هذا الإطار، نأتي من إطار كيف نستطيع أن تصمم مقرر دراسي وفق هذه الآلية، لذلك أول شيء عندي الآن هو كيف نستطيع أن نكتب الهدف من العام. طيب مين يقول لي؟ الاهداف المرحليه لكل وحده واهداف الدروس والنشاط. يا سلام، شكرا لك، شكرا لك.
أيوة تفضل.